لم تمنحهم قساوة الهجرة من الحلم بالعودة إلى أهلهم ودورهم. بنغازي الأمل عنوان أراده مهجر بنغازي أن يكون شعارا لأيقونة ملتقاهم الثالث التي احتضنته العاصمة طرابلس بحضور عدد من أهالي بنغازي وشخصياتها الاجتماعية والثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الملتقى الثالث يثبت شيء كبير وقضية واضحة تماما، هي أن دماء شهدائنا لا يمكن أن تضيع بإذن الله. بمثل هذه الوقفات نحيي هذه الطريق، نحيي هذه الدماء الزكية الطاهرة، نقول لأبنائنا في قبورهم نحن على العهد ماضون بإذن الله تعالى. نعقد العزم ونصون العهد، أهداف أجمع عليها الحاضرون في إطار ترسيخ مبدأ التعايش السلمي الذي لا بديل عنها لزرع ثقافة الوئام وقبول الآخر، فضلا عن حق عودة المهجرين إلى المدينة. صور القمع وسياسة التهجير خيمت على الملتقى بعد أن ارتسمت في مخيلة أبناء بنغازي المهجرين ودافعتهم لطرح تساؤلات موجعة حول مصير المدينة المكبلة بحكم العسكر وسياسة الاغتيالات والقتل. يعني شنو كانت نجاة الكرامة وشنو استفدتوا منها؟ يعني ضيعتوا أبنائكم، حفظة القرآن، أهل العلم، الناس الصالحين، الناس اللي كانوا بالثورة، قاموا بالثورة ومن خلالها انطلقتوا وبديتوا تبنوا في ليبيا وفي بنغازي بالذات. وبعدها شنو صار؟ يعني شنو نتيجة وجود حفتر والحكم العسكر وشنو صار؟ ما فيش أي استفادة، يعني بالعكس دمار وخراب ولا معيشة وردينا للصفر. صيحة وطنية أطلقها مهجرو بنغازي رفضا لما آلت إليه مدينتهم ومحاولة منهم للتذكير بتاريخها الثوري القريب الذي جثم عليه ميليشيا حفتر قتلا وقمعا وتدميرا. غيوم قاتمة من التساؤلات حملت في طيات الملتقى الثالث لأهالي مدينة بنغازي على أمل أن يكونوا في موعد في مدينتهم تحت قانون يحمي حقوقهم المدنية. حسين البرناوي، قناة النبأ، طرابلس.